ولكن في الاخر نرفع القبعه للشعب المصري ده اكيد، اللي ده اتقال اكيد، عنه انه ده مش اكيد، مستعد للديمقراطيه، ده واللي اكيد. اتقال وصلنا عنه كتير، انه وصلنا كتير مش في الموضوع ده. هيقدر يعمل ده، ولكن للاسف والحمد لله مش هنقول للاسف، انه كان هو اكتر واحد ملتزم ملتزم وحريص على مصلحه بلده وعلى مستقبل بلده، ويا رب ما يكونش حد ضحك عليه ولا باع صوته. لانه يعني انا عايزه اقول لكل الناس اللي بتشوفنا انه لو ال 300 جنيه ولا ال 200 جنيه ولا الخضار ولا اللحمه ولا اللبس هم دول اللي هيكفوك دلوقتي، فتاكد انك لو ما بعت صوتك بلدك هتكفيك بعد كده طول حياتك انت واولادك. اسمحوا لي اقول ارقام تليفوناتكم علشان تمام. لو اي حد شاف برضو اي انتهاكات، اي غلطات، اي مساوئ في المرحله محتاجين متطوعين الانتخابيه. كمان، افندم، محتاجين متطوعين كمان، ومحتاجين كمان ناس كتير. متطوعين. اللي حابب انه يتطوع للمراقبه او لحركه مراقبه او لحركه شايفينكم على المرحله الانتخابيه يتفضل ويتكلم على الارقام اللي هنقولها لحضراتكم دلوقتي، وهي كمان هتنزل على الشاشه. بالنسبه لحركه مراقبه هي 010177 306 59 او 60 او 61، وفي رقم تاني وهو 010 1391 20 47 او 48 او 49، ده بالنسبه لحركه مراقبه. اما بالنسبه لحركه شايفينكم فهي 010 915 24 75 او 011 482 53 512. الاستاذ تامر من حركه مراقبه بشكر حضرتك على وجودك شكرا. معانا النهارده، استاذ عمرو انصاري بشكرك على وجودك معانا النهارده من حركه شايفينكم. الحقيقه مشاهدي نهارك سعيد. امبارح نزلت كاميرا نهارك سعيد علشان طبعا نرصد على قد ما نقدر العمليه الانتخابيه في مرحلتها الاولى، وكنا في بولاق ابو العلا في مدرسه ابو الفرج الابتدائيه. تعالوا نشوف مع بعض التقرير، وتعالوا نشوف مع بعض المصريين، ومرة تانية برفع القبعة لكل مصري. سير العملية الانتخابية من الصبح احنا موجودين صراحة في مقر اللجنة هنا، هي عملية مؤمنة تماما، يعني الجيش طبعا والداخلية مؤمنين الحركة الانتخابية، من أول البيئة ذات نفسها، من أول الباب لحد اللجنة. ولكن طبعا في شوية حاجات بسيطة كده اللي من أيام زمان، اللي هو محاولة التأثير على آراء الناخبين، بس ده من بره البيئة ذات نفسها، من يعني من قبل ما يخش اللجنة الانتخابية. ولكن الناخب بيخش اللجنة هو عارف هو عايز ايه. اما فكره الغرامه اللي هي 500 جنيه ديت اللي هو مش هينتخب او اللي هو مش هيروح يدلف صوته، دي انا يعني انا في حد ذاتي بقول عليها ان هي غرامه تهديديه اسلوب ترهيب ليس اكثر، هي مش هتتنفذ على حد، ولكن يعني تعالى برضك ادلف صوتك وانتخب وقول حقك، لان الصوت ده هياثر. والله العمليه منظمه جدا وفي امان وكل حاجه وفي حريه، ومفيش حد بيضغط على حد، ولا في حد بيرشي حد، ولا حد بيضغط على حد ان هو يرتخب حد معين يعني. ونتمنى يعني ان مصر تبقى احسن من كده برضو في اصدار باستمرار باذن الله، بس الامن يعود للبلد وهتبقى كويسه ان شاء الله، والاقتصاد يبقى كويس باذن الله. جميل جدا جدا جدا، وفي تعاون مع الجيش، واقف اكنهم اخواتنا واقفين معانا، ما فيش اي احتكاكات، ما فيش اي مشاجرات نفسيه، الناس هاديه جدا، لان عايزه تبدأ أول خطوة انتخابات على أول طريق الإصلاح للبلد، لإنقاذ البلد. الناس حاسة إن هتنزل، مفيش تزوير، مفيش لعب في الصناديق، مفيش أي حاجة، مفيش أي ضغوط نفسية على أي واحد داخل، مفيش، كل واحد عارف داخل هيعمل إيه، هيعلم على إيه، رمزي إيه، عمال إيه، فئات إيه، كل واحد فاهم داخل هيعمل ايه، مفيش اي ضغوط خالص. احنا بنقول مفيش استقرار بالنسبه لميدان التحرير اللي بيحصل، لان كل يوم بوضع شكل. لو قالنا انتخابات دايره الله اكبر زي على زي الفل، الانتخابات لغايه دلوقتي بقت حره ومستقله كلها تماما، الناس بتيجي تنتخب بتنتخب بحريه شخصيه، ما حدش بيعارض حد. احنا الاول كان ايام الفلول كان في مشاكل كتير عندنا، كنت اخش بقى انا عاوز ادي واحد تاني، الا واحد تاني ولا ادي فلان، لو انا اديت غير فلان ما اخرج بره بيعتقلوني، انا واحد من الناس اعتقلوني 3 مرات في الانتخابات الاولانيه. فدلوقتي لا، هنا الله اكبر،
لغايه دلوقتي هي لو مشيت على كده وبقى فعلا مصر بقى الثوره عملت حاجه كويسه جدا في بلدنا.